أكد رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل إن ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية وما صدر من قرارات يمثل اعترافا بالأزمة القائمة في البلاد منذ شهرين. وشكك الفاضل خلال تصريحات صحفية نقلها موقع الأحداث نيوز، شكك في بعض جزئيات خطاب الرئيس وتحديدا في الفقرة المتعلقة بتشكيل الحكومة، حيث أشار الفاضل إلى أن البشير أكد حياديته التامة في الحوار، لكن الواقع يقول إن حزبه يسيطر بالفعل على مفاصل الدولة، الأمر الذي يعني أن حكومة الكفاءات التي ينوي تشكيلها سوف تعمل في ظل سيطرة حزب المؤتمر الوطني، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن إعلان حالة الطوارئ سيزيد من حالة التضييق على الحريات العامة.